السلام عليكم ورحمه الله اخوه. اليوم غنوريكم كيفاش ديروا لا غوميز ا زيرو ديال الفيدونج في رونو كاجار. كتشوفوا معايا ملي كنديروا امارش كيطلع لينا هذا الميساج في ريفيزيون، وكتبقى هذه البوله هذه صفراء شاعله وهي امارش. انتما كتشوفوا معايا هي الطوموبيل امارش وشاعله هذيك البوله. دونك الطريقه ديالها هي جد سهله، تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر. اول حاجه كنسكتو الموتور، كنشعلو الكونتاك بلا ما نديرو امارشي، نشعل الكونتاك وتنجيو لهاد ليتوش اللي في الفولون، كنقلبو على كنبقاو نكليكيو هكا، نقلبو على الميساج ديال هذا اوتونومي دو ريفيزيون. ملي كطلع لينا اوتونومي دو ريفيزيون كدير اوكي، كتبرك عليها هادشي يجيك واحد المدة صافي. ملي كطلع بيه دونج دون 0 كيلومتر هكا كحيد يديك وعاود ورك نوبة أخرى، وبقى مورك غتبان لك كتكلنيوطي كتكلنيوطي بحال هكدا، كتعطي 10000 صافي كتحيد يديك، تسير كونتاك وديماري الطوموبيل صافي. تاتشي كي تشوفو معايا الميساج راه مبقاش كيطلع وسارو ديك الصفراء مشات. تنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا باللايك وبالاشتراك في القناة، والسلام عليكم.